ساده الحضور يشرفنا الان سعاده الرئيس التنفيذي للهيئه الملكيه بينبع وراعي هذا الحفل الدكتور علاء بن عبد الله نصيف بإلقاء كلمه بهذه المناسبه والايذان ببدء الفعاليه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يسعدني اليوم وجودي معكم في هذه المناسبة ورحب بكم جميعا لحضور هذه المناسبة في مدينتكم ينبع الصناعية تشرفت أن أكون معكم اليوم وفي هذه المناسبة لتدشين فعاليات الندوة العلمية الأولى للتمريض بينبع الصناعية والتي ينظمها برنامج الرعاية الصحية بالهيئة الملكية بينبع هذا اليوم يوم جميل مخصص لكي نعرب عن تقديرنا للعمل الإنساني الذي يقوم به كل ممرض وممرضة في مجال تقديم الخدمة المميزة والعون والمساعدة للمحتاجين من المرضى في مختلف القطاعات الصحيه حيث يعلم الجميع بان مهنه التمريض من اروع المهن الانسانيه التي يتعامل بها الفرد مع المجتمع ولنا في من سبقونا من اوائل المسلمين في من تاريخ وعبر فجميع يعرف من هي رفيده بنت سعد الاسلاميه الخزرجيه فقد كانت اول ممرضه في تاريخنا وظلت طوال حياتها تقوم بهذه المهمه الانسانيه النبيله ولا سيما اثناء الغزوات مع سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال مشفاها المتنقل، متطوعة بعملها وخبرتها لصالح هذا العمل العظيم والنبيل، وحيث أنها كانت ذات ثروة ومال فقد كانت تنفق بسخاء على المحتاجين، وتقدم من مشفاها كل مستلزمات التمريض ان التمريض مهنه شاقه للغايه فهي تتطلب من بين امور اخرى تعاطفا حقيقيا والتزاما كاملا وقدره على العمل لساعات طويله بلا كلل وانني فخور بالقول ان هذه الصفات يتصف بها اليوم العديد من الممارسين في مجال التمريض في مملكتنا الحبيبه من خلال المهنيه ومن خلال توجههم في الاعتناء بعملهم في الوقت الذي يعد فيه الأداء اليومي لممرضينا وممرضاتنا بحد ذاته أمر يستحق الثناء والشكر الجزيل. وبهذه المناسبة فإنني أهيب بكافة الممرضين والممرضات في جميع القطاعات الصحية في بلادنا الغالية بلاد الخير بأن لا يتوقفوا أبداً عن السعي لتحقيق التفوق والتطوير في كل جانب من جوانب عملهم الإنساني، النبي كما أنني أطالبهم بالحفاظ على صفة الإيثار والتفاني، لأنها سمة تغدو إلى الفخر عبر صفحات السنين وثناياها. ففي هذا الصدد فان الهيئه الملكيه للجبال وينبع ممثله في برنامج وبرامج الرعايه الصحيه لا تالو جهدا في تقديم كل ما من شانه الرقي في مجال الخدمه التي تقدم عبر الممرضين في جميع مراكزها الطبيه عن طريق تقديم البرامج التدريبيه والدورات المتخصصه اضافه الى برامج الابتعاث الخارجي والداخلي بما يتماشى مع اهدافها الاستراتيجيه وقيمها التي تسعى لان تكون افضل جاذب للكوادر البشريه المميزه اضافه الى التركيز على الاداء العالي والعمل الجماعي والمسؤوليه الاجتماعيه. اهلا ومرحبا بكم مره اخرى. متمنين <تسجيل> لهذه الندوه النجاح والخروج بفائده كبيره تعزز الاهداف الاستراتيجيه والقيم الخاصه بالهيئه الملكيه للجبال وينبع بسم الله وعلى بركه الله نفتتح فعاليات الندوه العلميه الاولى للتمريض لعام 36 I have a very short uh, Ladies and gentlemen, nurses who does not speak Arabic, I will not read what I have here. But I would like to mention two things. First, we know that the effort you have for this job is an endless an effort that everyone does appreciate. First of all, myself, I feel very relaxed when I'm surrounded with the, so many nurses, girls and boys, and. I believe that you are the angels of mercy on earth who ease the illness of those sick people. So I really appreciate the effort you have. Thank you very much. Thank you for every single minute you spent uh, in that job. I'm very glad that you are all here today. Appreciate the effort being done in this uh, event. Wish you all the success in your profession and in future thank you very much